كلمة الدراسات المهنية قد يكون مسمى غريب على أسماع مشاهدينا الكرام، بالضبط. وخصوصا فيما يتعلق بالعملية التعليمية، تمام. ولكن احنا بنتكلم عن كيفية دراسة وتوجيه المنظومة التعليمية من الناحية الإنشائية والتنفيذية، تمام. وده اللي هيخلينا نتساءل عن معنى الدراسات المهنية في هذا المجال. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة. منورني يا فندم. والله يخليك يا فندم. ونبتدي بس عشان نبسط للسادة المشاهدين، ان في انا مثلا معايا مبلغ من المال او معايا امكانيات وعايز اعمل مشروع ما، المفترض ان انا بعمل له دراسة جدوى. يبقى انا بداية تنفيذ مشروع بعمل له دراسة جدوى، لكن انا فعلا عندي منظومة قائمة اسمها منظومة التربية والتعليم. المنظومة دي ممكن اعمل فيها تطوير او تحديث او الاتنين مع بعض. في الحالة ديت انا ببتدي اتكلم على الدراسات المهنية المتخصصة. يبقى الدراسات المهنية المتخصصة هي جزء لمشروع او لكيان قائم موجود فعلا، بس مطلوب ان انا اعمل فيه تطوير وتحديث. ده كده باختصار عشان نقدر نوصل للسادة المشاهدين معنى كلمة الدراسات المهنية المتخصصة.